يكفي وجوده في وسط هذه الكوكبة العالمية هو وبن شفية وعبد الله بن حزيم. ينطلق الآن سيداتي وسادتي سباق السوق الحرة لمسافة 1777 متر بانطلاقة تجمع 16 مهور، 10 مهور منها تذوقت طعم الفوز ببطولة سباق للفئة الأولى. أحمد الكتبي الفارس الإماراتي اللي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه من خلال مشاركته في هذا اليوم يتصدر السباق مع جلادياتورس اللي مولود في أمريكا من 4 سنوات، المرشح القادم من اليابان ذات اللون الأصفر فودكا في المركز الثاني في هذا الاندفاع. نوكوريو يتقدم الاسترالي أيضا حذر، سباق كبير جدا، سباق للعمالقة 10 مهور سبق وأن تذوقت الانتصارات الكبرى، إنما الولايات المتحدة الأمريكية تسعى مع هايبر بريك رقم 5 لانتزاع الفوز الخامس على التوالي، إنما جلادياتورس يتصدر السباق من البداية لمصلحة بن شافية المدرب اللي يدخل هذه المعمعة العالمية من خلال سباقاتنا. عموما الشوط لا زال مفتوح، فودكا المرشحة الأولى في المركز الثاني، أحمد الكتبي مع جلادياتورس هو المتصدر ويطير بشكل جميل لو تمكن هذا المهر من مواصلة السباق والمسافة. شوف تبدأ المهور الآن، تبدأ المهور، إنما جلادياتورس يتصدر المرشحة الأولى، فودكا في المركز الثاني، أرشينكو في المركز الثالث. تقترب المهور من الكتبي اللي قد يدخل التاريخ من أوسع أبواب لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنجاز إماراتي ولا أروع. الكتبي واسمه الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم في المركز الأول. إذا جلادياتورس ومبارك بن شفية إنجاز إماراتي ثلاثي ولا أروع في هذه الأمسية الغالية. شوف الثلاثة يدخلون لأول مرة التاريخ من أوسع أبوابه بحصولهم على أول سباق للفئة الأولى.